النصائح ما نقولش نعطيها، لان النصائح كان احنا كنتعاملوا مع دي جوار سينيور، دي جوار اللي هما ناضجين واللي هما لاعبين محترفين وكيزولوا في دوريات اوروبيه بمستوى عالي. المباراه على الورق وعلى فلالوجيك فالمغرب هو المرشح بحكم الكروي، التاريخ الكروي ديالو، بحكم كذلك الكاليتي ديال اللاعبين اللي عنده، كذلك عنده تجربه في هذا الميدان، يلاه جاي من تجربه ديال كاس افريقيا ديال الكاميرون اللي عطاتو واحد النظره شامله حتى اللاعبين اللي ما كانوش اللي ما مولفينش افريق باش يعرفوا شنو هي الافريق وشنو هي الاجواء الافريقيه والطقس الافريقي، وكذلك الاندفاع البدني اللي كتمتاز به الكره الافريقيه. لهذا بالنسبه لي ما نكون الا متفائل بحكم لاكاليتي اللي عندنا، بحكم الامكانيات اللي كتوفرها الجامعه باش المنتخب المغربي يستعد بجميع الامكانيه وبشكل المطلوب. كتبقى كره القدم اللي ما كتخضعش المنطق. كذلك ما نساوش بان الكونغولا هي الزاير القديمه كانت في تقصاتنا في 94، وتنظن بان عندهم الحنين باش يرجعوا يتاهلوا لكاس العالم، وكذلك عندهم لاعبين محترفين اللي كيزولوا في انديه كبيره وفي دوريات كذلك كبيره. لهذا بالنسبه لي رغم الافونتاج اللي عند المنتخب المغربي من ناحيه التجربه ومن ناحيه الحضور ومن ناحيه التاريخ، فالمباراة هي فيها بعض الألغام اللي كيخصنا نحتاطوا منها.